نسيت اقول لك حاجه مهمه يا ولي. عايزك تفهميني، انت حبيتي هنا بس واحده 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 واحده. ها عزيزو، يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتربس ليه؟ ها؟ مفيش كتاب. باكي نعم، سيبلتي في المكتب. صاحبي بس انا برضه ما بحبه. زي ما فهمتك ها؟ انا هخش اخد دش على السريع. ها؟ هخش اخد دش معاك. اخد دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكي يا باكنجهام. ايه انت يا ستي اللي جايه على بيت؟ يا انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في؟ لا مفيش حاجه، بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. بص ايه ده؟ ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده؟ ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينا هنا للشنطه كده بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. ده لسه جاي. كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم، بس يا ريت القصير قدام بقى والطويل ورا. انت حباتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي، بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد بـ 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 كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بلدي! مامي! هو انتوا كنتوا تاهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعت التنس. انا عايز اقول لحضرتك. راسي راسي هتقع. انا هاخدها. مجنونه. مجنونه بالحب لازم غير الاغنيه دي يا بني ادم. خلي حاجه هاديه. فين بقى يا مامي؟ مامي ايه انت كده؟ هتعصبيها اكتر. مجنونه انت بتغرر من انت يلا. والمصحف ما اتغرغرتي بيها. من حضرتك. امال مش عايب ولا ما. قدام يا بنت. مجنونه بالحب لازم. مجنونه حبك اكيد. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دشك ايه بقى؟ ما كمل اول. ما قلت لك يا اخي، قلت لك اجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في مزه. انت عملت ايه باكي نام؟ قطعت امها. هادي. لا السفريه المره دي طولت قوي. استحليتها انت وعشت هناك. عمده. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل. رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. هو مفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سالت عنها في السجل المدني واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفسه العنوان، ما اتغيرش. عماد انا لازم اوصل لها، لازم اوصل لساره باي ثمن. انت فاهمني؟ هتوصل لها، بس انا عاوزك تطمن نفسك بس ولا يكون عندك فكر. ها بقول لك، انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات، ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء خليك كول كده. الواد ده اصله قفل شويه. وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. انا ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك، ما شفتش عربيه سمرة صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش فيش عربيات. اتفضل. لا العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في حياتي بتوحشها دي على الصبح. Shh, 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 shh
يا ابن الكلب هتدغدغ العربية. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسة الرخص هتلاقيها في الشماسة عندك. تاكس. ايه 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوه بحوافزي، خليك في حوافزك انت. ايوه 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 لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجة فيها مية قلانة جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش. يا بني ادم انت جاي حضانة، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهورية نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر، انت بتسأل اسئلة غير منطقية، على فكرة انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا. يا بني ادم يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك على وجهك. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله 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 انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها؟ ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي. معلش اتاخرت عليك. الله معتز. ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ اه جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. ده صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حزب. ده جون فينا يعني في مصر. اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك انا قلت لك بيسامحوا وابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ نرد على صاحب عادل. انا متشكر يا وزي عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها؟ عالية جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين، تقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنية فيها متابعة كانت رائعة. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعة الخامسة الى نقطة رقم 14. السلام عليكم. لا وطبر كيف؟ اوعى تيجي جنبها. ها؟ لا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركة محترمة. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس ايوه. شكرا. ها ايه رايك بقى؟ في الخمسين خط انا عناية ليكم. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط، اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه تجيب لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه،
ده في الدنيا. ميرسي قوي، تعبتي نفسك ليه بس؟ انا لازم اتعب طبعا. طب اتفضل اتفضل، ثانيه واحده. انت ما تاخريش. لا مش هتاخر. هاي يعني ما لقيتلهاش اي بيانات عندكم؟ مش جايز تكون هجرت بره مصر ولا حاجه؟ سو باد. ساعات بنضطر اننا نكذب علشان ننجي نفسنا، وساعات بنضطر اننا نكذب علشان نظهر بشكل احسن. عش فادي عش. وساعات بنكذب علشان عاوزين نداري سر مش عايزين اي حد يعرفه. مش فاهم. شكرا. فكي بقى، ممكن اعرف عمر عمل ايه؟ معتز لو سمحت، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. هي سارة لسه ما سابتش الواد عمر ده. عمر فين؟ اهو اسمع عمر، انا قلت لك يا معتز مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. ايه بس مش كده يعني؟ بعد اذنك يا بتاع ليلى، تعالي انا عايزاكي ضروري. يا ليلى بس يلا. لا طبعا مش ده، هو ده انا ممكن ابص له؟ بترد؟ ده حد مش مهم. ما بيردش عليا، هو فين؟ اكيد في المكتب. طب انا هروح له، اكتب لي العنوان لحد ما اجيب شنطتي. على فكره يا معتز انت زباله. كان لازم انقذ صاحبي من غادر صاحبتك ليلى. بينج بونج، انت عبيطه ولا ايه؟ كمان انا عايز ابقى صريح معاك، الكذب خيبه، الكذب ملوش رجلين، وانا كذبت عليه كمان. علينا؟ ساره مش نصابه. اه سارة مش نصابة، أنا بس عايزك توصلني ليها، عاوز أحط إيدي عليها. ده واضح إنها مضايقاك في حاجة جامدة قوي ولا إيه يعني؟ بالعكس، كمان سارة دي حب حياتي. يا من أنت مش متخيل إحنا كنا ماتشنج إزاي مع بعض؟ خلاف أهبل من أي اتنين كابل بوظ حياتي. قال يا من أنا بحب سارة يا من. أرجوك، أنت الطريق الوحيد دلوقتي اللي وصلني ليه. عاملة لي مانع تعرض يا مان. في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ سارة كانت بترسم. إيه؟ بترسم حياتي وبتلون ذكرياتي. يا مان أرجوك، صغر يا مان. طيب أمسيتك يا مان، أنا بحب سارة. طيب أكيد طيب. أنت فاهمني، أكيد ده بينبض زي ده. بينبض. انت حاسس بايه صح؟ اه والله حاسس. يا مان اهدى. لا بس كده. يا مان مصدقك خلاص، عشان ايدك بس. ايدك بس ها معتز؟ ايه؟ هي قالت لك انها جايه لي عندك في المكتب؟ طيب سلام. ده واحد صاحبي كنت المفروض اعدي عليه بس الوقت اتاخر شويه. استاذ فادي انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. ايوه الحقيقه يا مان. الحقيقه انا دورت فعلا وما لقيتلهاش اي وجود. ما لقيتلهاش ايه؟ هقول لك اهو، ما لقيتلهاش اي وجود عندنا في الشبكه. فاحتمال تكون هاجرت بره مصر، او اكيد هاجرت بره مصر. مالك يا استاذ فادي انت كويس؟ يا جماعه اللي هنا، يعني امشي اسيبك وامشي ولا لا؟ طب الممرضه اللي انا بشوفها هنا فين؟ طب ممكن استاذن بشير على اخر يعني من هنا؟ مش عارف. طب بعد اذن. طب استاذن. يحيى تكلت يا باشا؟ راح يقابلها. اطرهوني لحظه. ايه بس؟ اوعى الواد وصل لنمره ساره وبيكلم على انها واحد صاحبه. كل مين
محسن معتز قال لي اجي علشان كلمني وقال لي ازيك يا باشمهندس؟ ما بتردش عليا ليه؟ ده انت ما بتردش على حد خالص بقى. انا برضو انا ما كنتش عارفه ان قلبك اسود كده. وانتي عندك عقده من الاسود؟ انت بتنهج كده ليه؟ فيش اصلي كنت برسم سلم عالي شويه علشان بتخاف من الاسانسير مش كده؟ انا ما بحبش اطلع في الاسانسير تفرق كتير قوي. انت ما ترسم لي كرسي اقعد عليه. اتفضلي قعدتي. سيبي المثلث في حاله. سيبي المثلث في حاله. طب ازاي ده مثلث وده مثلث؟ عشان دي من اب وده من اب تاني. ايه؟ هندسه وراثيه عادي. طب انا بشرب كابوتشينو. ايه؟ قلتي ايه؟ كابوتشينو. كابوتشينو؟ اه. انت بتشرب كابوتشينو؟ اه. من امتى بتشرب كابوتشينو؟ اصل انا مدمنه كابوتشينو، دي اول حاجه بعملها اول ما اصحى من النوم، بضرب كوبايه كده على الريق. كوبايه على الريق؟ كوبايه؟ مش جوينت خفيف كده حتى؟ وبتشربيه افغاني ده ولا بلدي؟ كابوتشينو عادي. ابو رغوه ده؟ رغوه؟ مين ابو رغوه ده؟ ده التاجر. ها؟ خطر انت يا خطر. ما انا ابو رغوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ كابوتشينو؟ قولي قولي، ده معتز بيدوخ على ما بيلاقي حته. كابوتشينو. كابوتشينو؟ كابوتشينو قصدك كابوتشينو اللي هو البني؟ اه. ابو صابون على الوش دوت وبيتقلب وبتشرب في مج. اه يا شيخ السخن ده اللي بيعمل شنب ابيض هنا ده. لا ما عندناش منه ده، ما عندناش، بتجيبوش مش لانه بيعمل شنبه فمنعناه في المكتب خالص. ولا انت بتحبي الشنبه؟ اها. هاي بتحبي الشنبه؟ يا ابن الكلب يا معتز، بتحبي الشنبه؟ معلش سوري. الو انت حيوان يالا، عمال اكلمك من الصبح ما تردش عليا ليه؟ انت هتقعد تقول لي اصل وفصل؟ بقول لك انت لازم تمشي من عندك فورا، فادي جاي لك في السكه. ايه؟ هو عارف مكاني منين؟ يحيى؟ هو عارف يحيى منين؟ ايه؟ مسدس؟ وجاب المسدس بكام؟ يقتل؟ طارق مين؟ النمر غلط يا عماد. ايه في ايه؟ مفيش اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة. يلا بقى نمشي لحسن مفيش حد خالص في المكتب، وانا وانت هنا لوحدينا والشيطان زمانه جاي فممكن يحصل اي غلط ولا حاجة. يلا يلا يلا. استنى شوية، عايز اسألك سؤال. انت لما بتكلمني في التليفون تبقى قاعد فين؟ تبقى قاعد هنا ولا تبقى قاعد هنا؟ قاعد ايه وهنا ايه؟ يلا مش وقت رومانسية واوتار الليل دلوقتي. يلا بقى يلا استنى، انت مالك النهارده؟ انت غريب كده ليه؟ ليش ليش؟ طب انت ماشي كده ليه؟ ما تمشي كويس. هي دي مشيت المكتب. يلا بقى يلا. حبك الجهام. اوعى تكون لسه زعلان من اللي عملته مامي لما كنت حبيت عندك في البيت. لا ازاي، مامتك ست فاضله وحضرتك اخت فاضله، ازعل من ايه؟ مش اي حاجه. على فكره نسيت قميص نومن بتاعي عندك في البيت. الصغير ده فاكره؟ فاكره. اه ده بتاعك وانت صغيره فاكره. بصي احنا مفيش حاجه تضيع عندنا ابدا، انا شايله عندي في البيت مع الطرحه بتاعت مامتك، بتاعت السيده الفاضله مامتك. دي باكنجهام اخت فاضله و يا ساره Thank you.